الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. أعلنت شركة تسويق النفط العراقي سومو أن الإيرادات النفطية في الثلث الأول من العام الحالي بلغت نحو 30 مليار دولار. وأوضحت الشركة أن مجموع الصادرات النفطية للثلث الأول من العام الحالي بلغت 393 مليون و 48 ألف برميل نفط. كما بيّنت أن معدل التصدير الشهري بلغ 98 مليون و 262 ألف برميل بمعدل 3 ملايين و 275 ألف برميل يومياً. وبحسب تلك الجداول فإن الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 29 مليارا و932 مليون دولار بمعدل 7 مليارات و483 مليون و41 ألف دولار شهريا. عرض البنك الدولي على حكومة بغداد استثمار السلطات بمشاريع نقل عامة بقيمة 21 مليار دولار عبر السنوات القادمة في محاولة لمعالجة أزمة البطالة المتفشية في البلاد. وقال البنك إن تحرك السلطات الحكومية نحو إنشاء الطرق وخطوط النقل البري وسكك الحديد سيعزز من استقلال البلاد ويوفر فرصة لمكافحة البطالة المتفشية في البلاد من خلال توفير فرص عمل للشباب ببناء المشروع. وشدد البنك الدولي على أهمية مشاريع النقل العامة، ومنها المشروع الحالي في تحويل العراق إلى ممر استراتيجي مهم لنقل البضائع والسلع حول العالم وخصوصا بين بلدان الخليج وأوروبا بحسب وصفه. قال معهد الإحصاء التركي إنه سيأخذ في الاعتبار قرار الحكومة توفير الغاز الطبيعي مجانا للمنازل في شهر أيار عند احتساب التضخم، مضيفا أن هذا الإجراء سيكون له تأثير كبير في خفض معدل التضخم في شهر أيار. وأضاف معهد الإحصاء التركي أن طريقة السعر الصفري ستطبق على الغاز الطبيعي في حسابات تضخم أسعار المستهلكين في شهر أيار، كما سينعكس الغاز المجاني على الحسابات على مدى العام المقبل، ويبلغ وزن الغاز الطبيعي في حسابات التضخم 2.9%. ومن المقرر الإعلان عن بيانات التضخم لشهر أيار في الخامس من شهر حزيران. تراجع الدولار بشكل طفيف مقابل سلة من العملات الرئيسة، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في شهرين بعد أن زاد الاتفاق الخاص بسقف الدين الأمريكي. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسة 0.02% إلى 104 نقاط، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين البالغة 104.42 نقطة والذي لامسه يوم الجمعة. وقال عدد من نواب الحزب الجمهوري من اليمين المحافظ إنهم سيعارضون أي اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي الذي يبلغ حالياً 31 تريليون دولار و400 مليار دولار. انخفضت أسعار النفط مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة ما قد يعوق النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط على الرغم من اتفاق سقف الديون في الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% ليصل إلى 76 دولارا و59 سنتا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.45 سنتا ليصل إلى 72 دولارا و34 سنتا للبرميل. وتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن كارثي خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى اتفاق لتعليق سقف الدين البالغ 31 تريليون و400 مليار دولار والحد من الإنفاق الحكومي للعامين المقبلين. أما الآن فمع أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.